لكن مثلا نقول بعون الله معركة البناء بإمكانيات أكبر. حذر الأسود في خطابه محافظ المصرف المركزي وديوان المحاسبة ومؤسسة الاستثمار من مغبة السماح باستخدام الأموال المجمدة وأموال صندوق الاستثمار. وجه بخطابه إلى الجهات الخارجية المعنية بالأزمة الليبية للقيام بأدوارهم لمنع الاستيلاء على الأموال الليبية، وقال في خطابه أن المجلس الرئاسي متجه إلى زيادة حجم المشكلة المالية للدولة الليبية ودفعها نحو الإفلاس. اتهم رئيس وبعض أعضاء المجلس الرئاسي غير الدستوري ووسطاء أجانب وشركات وفاسدون، قال أنهم يسعون للاستيلاء على أموال الدولة الليبية المجمدة في الخارج. أضاف أن هناك تنسيق محموم من بعض أعضاء الرئاسي لإقامة مشاريع إعمار مختلفة باستخدام الأموال المجمدة ومحاولة تسليح وتجهيز ما يعرف بالحرس الرئاسي بقيمة مليار دولار من الأموال المجمدة. نناقش إذن مشاهدينا في هذه الحلقة تفاصيل البيان المفتوح لعضو الرئاسي عضو المجلس الرئاسي عمر الأسود، ونسأل عن هل كشف الأسود سر الدعم الدولي للرئاسي والتمسك به كحل للأزمة الليبية، وما مستقبل الأموال الليبية، ومن قادر على إيقاف محاولة الاستيلاء عليها. رئاسي يعمل الآن ويتسابق مع الشركات الغربية على ما أسموه مرحلة الإعمار، هل هذا يعد الدليل القاطع عن سر الدمار الهائل في سرت؟ نناقش نقاط أخرى مشاهدينا معكم في هذه الحلقة من أراء، وأستقبل اتصالاتكم أسفل الشاشة، الأرقام ظاهرة وأيضا رقم الرسائل النصية الفايبر. إذن بيان صادم للرئاسي أو عضو المجلس الرئاسي عن ما أسماه الاستيلاء على الأموال، محاولة المجلس الرئاسي وأعضاء المجلس الرئاسي الاستيلاء على الأموال الليبية المجمدة في الخارج. أوضح فيها عدد من النقاط في خطابه ذو 6 ورقات وهو الآن على الشاشة يعرض، وهذه تعتبر سابقة من لا توجد حكومة منذ 2011 يعني حاولت المساس بأموال ليبيا في الخارج، لأنها مرحلة انتقالية معروف فيها تذبذب المؤسسات وأيضا يعني ضبابية المشهد وعدم وجود استقرار في الدولة الليبية، وهناك مجلس رئاسي الآن لا يتمسك إلا أو لا يسيطر إلا على بعض كيلومترات في العاصمة الليبية وهي قاعدة بوسطة، كما جاء في بيان الأسود هناك سيطرة على بعض الكيلومترات، يريد أن يستفرد بأموال الليبيين في الخارج ويريد أن ومحاولة يعني صرفها على ما أسماه مشاريع إعمار، وهذا جاء حتى في خطابه الأخير في بخصوص سرت. عطية من بنغازي أبدأ بك، هل المجتمع الدولي الآن لا يسعى لاستقرار ليبيا بل يسعى إلى سرقة أموال الليبيين من خلال المجلس الرئاسي، وهذا ما جاء به المجلس أو عضو المجلس الرئاسي عمر الأسود؟ عطية من بنغازي. طيب انتقل الى فتحي من بنغازي. مساء الخير استاذ احمد. اهلا بك، مساء النور. شكرا لك وجميع الاخوه في قناه الحدث جميع الحدث وجميع الاخوه المشاهدين. نعم. نقطه ناخذ الموضوع يا استاذ احمد، اول شيء نحن نطلب عليهم العصابه هذه المتمكنه قاعده في طرابلس اللي هي طبعا قاعده في ذراع الغرب. هؤلاء العصابه التي تريد الاستحواذ على الليبيين ويقومون باتفاقيات وتوقيع معاهدات، ومن ضمنها توطين الهجرة اللي هم الأفارقية من أفريقيا ضمن الشرعية. ولكن بيانات السيد الأسود نحن ما نقولش غلط الموضوع، ولكن بياني شيء هم متمادين وماشيين فيما يملي عليهم الغرب يا أستاذ أحمد.
يعني هل اتضحت رؤية، يعني هل اتضح سر الدعم اللامحدود للغرب، خصوصا حتى لم يتفق الليبيين حول هذا المجلس ولم يأخذ الثقة من مجلس النواب، ووجوده مازال غير شرعي، مازال متمسك، هناك أخطاء كبيرة اقترفها في الحياة السياسية في ليبيا بعد العملية، وفي العملية السياسية بعد ما يعرف بالاتفاق السياسي في الصخيرات. هل الآن المجتمع الغربي يتمسك بهذا المجلس خصوصا بعد اجتماعه به في روما ولندن بخصوص الأموال الليبية؟ هل المجتمع الدولي أو حكومات غربية، بعض الحكومات الغربية تسعى للاستيلاء على الجزء من الأموال الليبية في تحت مشاريع إعمار ودعم حرس رئاسي ودعم استقرار ودعم غيره من الادعاءات أو من التصريحات بخصوص المجلس الرئاسي؟ شوف يا استاذ احمد، بالنسبه للغرب هو النقطه ويعرفها الجميع، ما يدعين فيه تكون انت دوله ولا حاسبين كبشر ولا كدوله، نحن لنا راينا ولنا قراراتنا المستقله. هؤلاء ما ينظروش الا لمصالحهم وينظروا للارصده المجمده يا استاذ احمد اللي في الخارج. الناس هذوما مستعدين يتحالفوا مع الشيطان. شوف اخر تغريده ولا مسميها اخر نعقه، مع احترامي للاخوه المشاهدين، هذا النعق اللي يدعى كوبلر، كان في تنعيقه من تنعيقاته يهني في السيد المعداني على انتخابه كعميد بلديه سرت. بالله عليك، ما بعد المازله في مازله. يعني نحن طيب. استاذ احمد مش مطولش عليك، اللي هم سكان العاصمه ان عارفين الاوضاع المترديه اللي قاعده فيه الدوله، ونحن تو مش متثبتين الا بالجيش، بقياده الجيش. نحن عشان يحترمنا العالم والغرب اللي تشوف فيه معظمهم اللي يجتمع مع اصابه السراج وما ادراك ومن يدور في فلك من اخوان ومن مقاتله، هؤلاء السراق المارقين، هؤلاء لن يحترموك ان لم يكن لك جيش. نحن نتاملهم اخوتنا هناك في العاصمه طرابلس، ما زلنا نقول اخوتنا في العاصمه طرابلس، لما على الاقل فيما يقول مثلا الشافعي استاذ احمد سعد عمك بحبيل يا اخي. طيب اطلعون حتى مظاهراتك على الاقل باش يشوفكم العالم طيب. مش ديمقراطي. نعم. العالم يوم في الديمقراطيه والعالم يعني له شيء يا طيب. اخي الشارع عند مغادي في الغرب يطيح في حكومات يا استاذ احمد كذا، ماذا مش غبي يعني. طيب بطبيعه الحال الشارع اللي له تاثير خصوصا داخل العاصمه طرابلس، وانتقل الى شكرا فتحي، وانتقل الى بحريك من المرج. بحريك، هل توجد مؤسسة مالية قادرة ليبية أو رقابية قادرة على يعني أو حتى قضائية قادرة على إنهاء أو إيقاف محاولة أعضاء بعض أعضاء الرئاسي للاستيلاء على الأموال الليبية بمساندة حكومات غربية وشركات غربية؟ تحية لك أخي العزيز أستاذ أحمد والأخوة الأعزاء اللي خلف الكنترول. أهلا بك. إن الموضوع يمس أموال الشعب الليبي التي كنا يوما من الأيام محرومين منها في السابق وفي الحاضر، مليارات مقدسة، وخاصة الجانب المجمد في الخارج. كانت هذه الشيلة الإجرامية خير دليل ما فعله المعيتيك عندما ذهب ويبحث على أشياء قديمة مع بريطانيا للتعويضات، كان موضوع الشرطية البريطانية للعب في الأموال الليبيين. أي حكومة إنقاذ التي جاءت على فرقاطها هذا اللي قال الشراس يذهب اموره، عندما رايناه اول سنه امس يجمع في ملايين كي يمدهم للاولاد اللي غير شرعيين اللي في الجفره اللي يسبب هالماساه، الليبيين يقطعوا في بعضهم وخلاص. هذا الفراغ منتي منهم بشكل سقوطهم يوم 17 في هالطريق، هذا يعتبر خلاص مكنوسين، هذول غير شرعيين وغير وطنيين، والبرلمان حتى هو سهل على هالامور وسبب هالازمه وسبب هالمصاريف الباهظه وهالرواتب الضخمه بشكل، والشعب قاعد يتجوع والجيش قاعد متملح يدفع بثمن. لا بد من نفس شرفاء ولا بد من رقابه. يكفي ما فعله المجلس الانتقالي في المجمد وما يفعله احمد قذافي الدم 100 مليار في مصر، وقاعدين الليبيين يتغوصوا ويباتوا في المقابر وشواعة وعرايا واموالنا قاعدات مجمدات في الخارج. نعم. بين شله سراق سواء في النظام الدكتاتوري القمعي وما في الحكومات اللي غير هزلية غير لها وعي سياسي أو وطنية أو كرامة من أجل هذا الوطن. المشهد السياسي يعتبر ميت في ليبيا سواء في الغرب أو الشرق أو الجنوب، لا بد من كنسهم وطرح المسألة العسكرية واجب حق. طيب من قادر على إيقاف محاولة أعضاء الرئاسي للاستيلاء على الأموال الليبيين يا أخي؟ الآن نتحدث عن مليارات في دول خارجية موجودة. عضو المجلس الرئاسي حذر الأسود
من مغبة يعني التصرف في هذه الأموال وهي أمانة للأجيال القادمة. من قادر؟ القضاء الليبي، المؤسسات المالية، المصرف الليبي المركزي وغيره، هل قادرين على إيقاف هذا العبث بمقدرة الدولة الليبية؟ يا أخي العزيز، كم من صوت وطني شريف صيح من أجل هذه الدماء وهذه الأموال، الجرائم بشعة تهنب من حسوى من ايام سالم الحاسي المجلس الانتقالي، وهالشراز وهالعصابات والمعتيق رجل وطني، المعتيق رجل راقد ريح قال عندي 700 مليون فقط، هذين مشازلات في الدواء في الذمه الماليه، يعني هذول مجرمين خطيرين. ماذا يفعل الناس الوطنيين زي ابو قعقيس دفع ثمنه، بين بعض الشرفاء طلع وقائع واثباتات، ولكن يجب المجلس العسكري انه يشكل لجنه وتقوم بوضع الاموال الليبيه بالكامل، سواء في افريقيا، في اسيا، في اوروبا، الذين حرمنا منا اموالنا. نعم. 42 سنه في يوم الدكاتوري، عدم تسليمها لهذه الشله، هذول المجرمين، سواء البرلمان او مجلس الشراز، يبقى في وضع عسكري. بارك الله فيك، مشكور يا استاذ. طيب، شكرا بحريك، وانتقل الى سريعا الى عز الدين. عز الدين، اهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. معتيق في 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 تصريح له بانه يريد أن يحرك ملف الجيش، تعويضات الجيش، ضحايا الجيش الإيرلندي، وهو ملف قديم. ملف الإيدز أيضا خرج على السطح، وتعويض الممرضات البلغاريات وغيره، وهناك نقاط أخرى. هل تعتقد بأن هذا سبب إيجاد الرئاسي هو ملفات التعويضات وملفات فتح الأموال الليبية؟ هل هو هذا هو السبب الرئيسي؟ السلام عليكم استاذ احمد. عليكم السلام. اولا بنقول لك يا استاذ احمد، المجلس الرئاسي هذا بصفه عامه، من السراج للعتيق لغيرهم، والله ما نعرفهم انا كلهم، هذه شله كلها سراقه وما درسش دوله ليبيا اي حاجه، عرفتوا؟ من عند هم، هم ناس كان المجلس الرئاسي الليبيين قاعد بات الناس اللي تموت قاعده في بنغازي. الناس تموت، ما فيش واحد منهم طلع من المجلس الرئاسي، من السراج اللي عند اخر واحد عنده من السراج هذوما، ما فيش واحد ترحم على الشهداء اللي يموتوا كل يوم. نعم. شهداء في بنغازي يموتوا كل يوم، ما فيش واحد منهم قال هذوما يحاربوا في الـ في الـ في الارهاب اللي في بنغازي. نعم. ناس تجري على فلوس وسراقه من اجل مناصب ومن اجل كراسي، وليبيا ما يهمهم فيها شيء. هذول ما بتطلعوا اصلا، هم اصلا ما بتطلعوا، السراج ما السراج، السراج اذا روح ماسك مجلس رئاسي متحشمش على وجهه، كانوا بني ادم يترحم على الشهداء اللي في بنغازي، شهداء ليبيا سبعه، ما نقولش بنغازي بس، لكن يترحم على الشهداء كلهم. ما فيش يوم واحد طلع في التلفزيون او دار خطاب في التلفزيون ترحم على الشهداء في بنغازي. نعم. يعني هذا شنو يعني؟ لا على طيب. كان شنو الحكومة اللي حاطينها لله؟ طيب، بخصوص الأموال الليبية المجمدة الآن في الخارج، هي تحت مظلة مؤسسة ليبيا للاستثمار الخارجي. بنك ليبيا المركزي منقسم على نفسه، يعني هناك جزء في طرابلس وآخر في البيضاء. مؤسسات مالية غير قادرة على النهوض بالاقتصاد الليبي، فما بالك بأموال ليبيا في الخارج. قضاء شبه معطل، لا يعمل بكفاءته المطلوبة. وفق هذه المعطيات، من قادر على يعني الحفاظ على اموال ليبيا في الخارج؟ يا استاذ احمد، الو. نعم، في الاستماع خالد. بنقول لك يا استاذ احمد، هذوما لا، هذوما ما يفكروش في ليبيا، هذوما يفكروا في اموال هم يطلعوه للخارج باش يقروا عيالهم، باش يستفيدوا هم، ما يهمهمش في ليبيا. المصرف ليبيا مركز شندار، سواء البيضة سواء اللي في طرابلس الكبير، أظن من الناس سراقة يا راجل. طيب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شكرا عادل، شكرا شكرا، عفوا عز الدين. وانتقل إلى عادل من بنغازي. السلام عليكم أستاذ أحمد. عليكم السلام. سألت خالد ما كانش إجابته مباشر حول السؤال، إذا كان عندك إجابة بخصوص من، هل توجد مؤسسة ليبية قادرة على إنقاذ أو تحصين الأموال الليبية في الخارج؟ نعم، أنا القضاء القرار الليبي يجب أن يجمد الأموال الليبية لحين صدور حكومة، وأنا ننصح الليبيين أنهم يلتفوا حول الجيش، والجيش هو اللي يجب أن يستلم السلطة لمدة 18 شهر، ثم تكون فيه انتخابات. نعم. الاموال المجمده من الخارج اللي هم تو قاعدين يدعوا عليها على اساس ينهبوها، الشعب الليبي يا اخي يتحمل، لنا كم سنه تو نشحتوا نحن. الشعب الليبي يتحمل،
متحمل يا اخي يقطع فلوسي. يا ليبيين اسمعوني، يجب ان تحافظوا على اموالكم اللي بالخارج. القضاء الليبي قادر، قادر عندنا قدرات في القضاء الليبي انهم يصدروا حكم للبنك الدولي او للامم المتحده او مجلس الامن. طيب. هذه الأموال اللي قاعدة في الخارج. طيب خلينا في نقطة، خلينا في نقطة عادل، عادل خلينا في نقطة القضاء. المجلس الرئاسي لا يعترف ب مع غير دستور، انعدام دستوريته في الحياة السياسية الليبية، ويعمل بكامل وزرائه المفوضين ويتحكم حتى في أموال ليبيا في لسنة قادمة، وهناك دعم دولي حوله برغم انتهاء مدته يوم 17 ديسمبر الماضي. الآن كيف سيكون للقضاء دور في ظل يعني عدم اكتراث الرئاسي وأعضاء عدد من أعضاء الرئاسي لكل المعطيات القانونية والقضائية حول وجوده يعني كمجلس؟ أنا نقصد أستاذ أحمد، عندنا ناس قضاء محنكين عربية يرفعوا قضايا في المحكمة العدل الدولية بإيقاف الفلوس الليبيين اللي جايين من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب ومن نهبة أفريقيا، نهبة أموال كثيرة في أفريقيا. يجب أن الليبيين يصحوا، تكون عندهم صحوة سريعة، يلتفوا حول الجيش، الجيش يحكم ليبيا لمدة 18 شهر، ثم من بعد تكون في انتخابات سريعة. بالنسبة للمجنب مش صعب، مش صعب، عندنا ناس قادرين، عندنا ناس متخصصين في الـ في الـ في الـ في الامور هذينا. نعم. يعني كل شيء واضح يا استاذ، كل شيء واضح. الليبيين يا اخي عارفين ان فلوسهم قاعده تنهب، فلوسهم طيب. قاعده تنهب سواء في الداخل ولا في الخارج، وهذا هو مشروع الفرقة، جايين على اساس ينهبوا بعض الفلوس. وعندي اخرى بالنسبه للدول اللي ساهمت في خراب ليبيا، يجب قطع العلاقات معها. يا اخي شنو المشكله؟ شنو المشكله؟ احنا الليبيين احرار وقاعدين في بلدنا ودفعنا وقدمنا الضريبه يا اخي في المنطقه الشرقيه، قدم الضريبه حوالي 7000 شهيد. طيب نخاف ونحن من شر الصراف، والله العظيم انا خايفين منها. مضبوط، يجب عليها اقرار زي ما تفتقد. هذا ما عندي ما اقول. شكرا، وانتقل الى اشرف من سبها. اشرف، تحدث الاسود في بيانه بأن هناك يعني سباق محموم بين أعضاء المجلس الرئاسي مع شركات غربية وغيره لمحاولة الاستيلاء على جزء من الأموال الليبية بذريعة أو بحجة إعادة الإعمار، هل هذا سبب تدمير سرت؟ أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. أما بعد أوصي نفسي وكل الليبيين ألا نلتفت إلى هذا المجلس وحكومة النفاق، وأن نمضي في جهاد أعداء الله من الخوارج المارقين. فلو تخلصنا من هؤلاء فسننعم في هذه البلاد الطيبة بالخير والرخاء. ويا أخي بارك الله فيك، عندي قصيدة تخص هذا الموضوع، لو تفضلت وأعطيتني دقيقتين. طيب. أقل من دقيقتين، لأن بس استثمارا للوقت. دقيقة واحدة إن طيب. شاء الله. تفضل. سميتها الصارم البتار في نسف كلاب النار. صبر فإن القوم أضحى أمرهم، ما بين مقتول وبين مهرول، أهني كلاب النار شر خلائق، فضراطهم في الأرض صار مزلزلي. قد جاء جيشا بالتقى متسربلا، ومحجة بيضاء صارت تنجلي، فقتالهم في الله خير عبادة، نصا صريحا جاءنا متأصلي. إني نظمت الشعر دفعا للعدا، ولمفتي الإخوان ذاك المبدل، قد شاخ من بدع تموج بعقله، ويفتي بجهل واضح متقول، ومخدومه أضحى يصب صحابنا، أعني به غويل السفيه المهلهل، فصيرت له شعرا يدك فؤاده، ليظهر نور الحق في كل معقل. نعم. شكرا أشرف على هذه القصيدة وهذه الكلمات، أشكرك وأنتقل إلى مصطفى من مصراتة. ألو، أهلا أستاذ أحمد. أهلا بك مصطفى. يعني دمار سرت، وبالتالي وبعدها يخرج المجلس الرئاسي، عضو رئيس المجلس الرئاسي يقول ستكون هناك هبة من الإعمار وغيره،
الآن خرج العضو المجلس الرئاسي غير الدستوري الأسود يقول بأن هناك محاولات حثيثة للاستيلاء على بعض أو جزء أجزاء من أموال ليبيا المجمدة بحجة إعادة الإعمار وغيره. هل نحن الآن أمام سرقة لأموال الدولة الليبية المجمدة في الخارج؟ أخي أحمد. نعم. ألو. مصطفى. نعم في الاستماع. تصفيق يا سيد أحمد. أهلا بك. هل نحن أمام محاولة لسرقة أموال الليبيين بذريعة إعادة الإعمار وغيره؟ يا سيد أحمد، بالنسبة يا سيد أحمد، لا للإخوان لا للدواعش، خليك معايا. خليك معايا نعطيك فكرة على مدينة مصراتة بس. طيب تفضل. بالنسبة لمدينة مصراتة لا هي ما هي مع الإخوان، لا ما ضد الإرهاب وضد الإخوان وضد المقاتل وضد كل شيء. إحنا مع حكومة على أساس إن جيش وشرطة على مستوى ليبيا الحبيبة. نعم. يا أخي أحمد. أما بالنسبة للحكومات الداعم من بعد المجلس الانتقالي يا سيد أحمد والعند الآن المجلس الرئاسي، كل الحكومات ماشية، كل مصراد، ما فيش أي حكومة بنت حتى يا سيد أحمد، ما فيش حكومة لا من الشرق ولا من الغزة، ما قال البكري قبلي من منطقة من مدينة بغازي، ما فيش واحد حط بالله زراعة وردة يا سيد أحمد. وين الأعمار يا سيد أحمد؟ بالنسبة للدمار يا سيد أحمد، دمار شرق أو بنغازي محاربة الإرهاب، أنا معاه الدمار، الدمار يمتنى يا سيد أحمد، لكن الشباب ما يتعوضش، لكن البنية التحتية تعوض يا سيد أحمد. طيب خلينا من نتجاوز هذه النقطة، نتجاوز هذه النقطة، نتحدث عن محاولة الاستيلاء على أموال ليبية مجمدة في الخارج بداعي الإعمار. يعني الآن هل الآن يا سيد أحمد نعم. الدول الغربية يا سيد أحمد، خليك معي خليك معي، الدول الغربية معي يا سيد أحمد في الاستماع، في الاستماع يا الدول الغربية يا سيد أحمد، إذا كان هي مع المجلس الرئاسي أوكي وتأيد المجلس الرئاسي، مستحيل يا سيد أحمد تفرز عن الأموال المجمدة لأنها لصالح الليبيين ككل. أما الحكومات يا سيد أحمد، نعود لك كل الحكومات ماجدة من 2011 ما بعد المجلس الانتقالي، فقلني يا سيد أحمد لا في الشرق ولا في الغرب ولا في الجنوب. طيب. أما شهداء يا سيد أحمد، شهداء البنية المنصورة. طيب. أو في بنغازي يا سيد أحمد، في شهداء فعلا. أنا راني ملك. ومحاولة سرقة ما أنجزه الشهداء، أنت قلت هناك شهداء وقاموا بحرب مقدسة ضد الإرهاب وغيره والتطرف لتخليص الليبيين منه، وهذا شيء معروف ومعهود ويحترم كل وتحترم كل الدماء التي سفكت من أجل هذا الهدف، ولكن نتحدث عن الساسة الذين يريدون سرقة هذه الأموال على هذه الدماء المسفوكة وتدمير البنية التحتية الليبية، والآن يخرج الرئاسي ويقول بأنه يريد إدخال شركات أجنبية لإعادة إعمار سرت وغيرها. الآن الأسود يقول بالحرف الواحد هناك محاولات للاستيلاء على أموال الدولة الليبية بمساندة شركات غربية وحكومات وغيره، محاولين السيطرة على أجزاء من أو أموال ليبيا موجودة في دول غربية. الآن ما الحل من وجهة نظرك؟ هل توجد جهة رقابية قضائية قانونية قادرة على إيقاف هذه المحاولات؟ مصطفى من مصراتة إذا كنت في الاستماع. طيب فقدنا الاتصال، أنتقل إلى سليمان. شكرا لك مصطفى على نقاشك، وأنتقل إلى سليمان من بنغازي. طيب فقدنا الاتصال بسليمان. إذا الرئاسي أو الأسود، هذه جملة من النقاط ناقشتها وناقشها، أفتح نقاش حولها في هذه الحلقة، وهو بيان مفتوح خرج به عضو المجلس الرئاسي الأسود ووجه به إلى جميع الأجهزة المعنية في الدولة ومؤسسات سواء كان في الداخل أو في الخارج والمعنيين بالأزمة الليبية، وحذر من محاولة الاستيلاء على أموال مجمدة موجودة في صندوق الاستثمار الخارجي، وهي من الرصيد متبقي منذ النظام السابق، مليارات تقدر بأكثر من 160 مليار، هناك من يقول أكثر. يعد الصندوق السيادي الليبي الاستثمار هو رابع أكبر صندوق استثماري في الخارج، مملوك للدولة الليبية وللشعب الليبي وللأجيال القادمة. المجلس الرئاسي يحاول الآن بحسب الأسود أعضائه للاستيلاء على هذه الأموال بمشاركة مع
مع شركات ووسطاء أجانب وشركات وفاسدون كما قال للاستيلاء على جزء من هذه الأموال بذريعة تمويل والحرس الرئاسي مليار دولار، هذا وفق البيان. وأيضا هناك نقاط أخرى أفتح النقاش حولها معكم، وأستقبل فتحي من طرابلس. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام فتحي. شكرا لك يا أستاذ أحمد على المجهد. نعم. بارك الله فيك وجزاك الله خير، والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، فقط نبيك تعلي صوتك شوي فتحي حتى نسمعك كويس. تفضل. نعم. فقط ارفع صوتك شوية بس عشان نسمعك كويس، تفضل. يا أستاذ أحمد، المجلس الرئاسي هو ألو في الاستماع. يا أستاذ أحمد. نعم. هو المجلس الرئاسي من هارجي هو من اللي جاب المجلس الرئاسي، ما هو جاب الغرب. باهي. شنو هو اللي حتى المرتبات هو بيدير عن برنامج اعمار للثلث واحد غير يعطي للشعب مرتباته، الناس اللي بتحدوا مرتبات، اما اعمار هذا ما اعمار، احنا يعطينا مرتباتنا. نعم. الناس اعمار صرت انت غير اعطي للشعب، وين المرتبات اللي بيعطاها؟ واحد مرتبة قريب سنة مراشي توه، وين ما يمشي المطر ما فيش فلوس، أنت بتدير أعمار البلاد، قبل ارعي للشعب، قبل الشعب اللي ظروفه متملحة مسكين. في اللي يلاقي مش لاقي باش ياخذ، مش لاقي باش ياخذ، لما أعمار وما أعمار، احنا أعطينا المرتبات، أعطينا المرتبات وبعدين عمر والله بعدين اللي بتدير هذه، لكن المرتبات اللي هي قاعد مرتبات. طيب هذا بخصوص المرتبات، ولكن ماذا عن الاجتماعات في الخارج للاستيلاء على مليارات الدولة الليبية؟ اجتماع لندن واجتماع روما وهذه صور الاجتماعات هي مرافقة لي الآن. يا أستاذ أحمد، هو من دامه هو كوبر هنا، هذا موجود، هذا مستحيل البلاد تمشي على خيره، هذا نقولها لك من الأخير. طيب أنتقل إلى عبد الله من البريقة. مساء الخير يا أخوي أحمد، شو أخبارك؟ عليكم السلام، أهلا بك عبد الله. في ظل عدم انعدام الاستقرار السياسي في ليبيا و انقسام المؤسسات المالية، كيف يجرؤ الرئاسي على محاولة صرف المقدرات الليبيين المتمثلة في الأموال الخارجية مجمدة؟ أكيد يا أستاذ أحمد، هذه المجلس الرئاسي هذه حكومة خونة وعملاء، حكومة كوبلا، حكومة مش حكومة الشعب الليبي، لكن احنا عندنا ثقة يا أستاذ أحمد في 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 مجلس النواب الشرفاء منهم. المهزلة هذه وقفوها. نعم. ضروري شكلوا قضاء نزيه وقضاء ليبي نزيه، شكلوا لهم لجنة ويمشوا وشوفوا موال الشعب الليبي. هذه مجلس الرئاسي هذا يبي ياخذن ويبي. نعم. يسرقن هو كوبلر. والشلة هذه تبي تسرق فلوس الليبيين. تو يا سات أحمد ديري، نحن ما صدقنا، افتكينا من الحرس الثوري جايبين الحرس الرئاسي. إذا كان مجلس النواب عبد الله، إذا كان مجلس النواب ما زال وفق هذا الكم من التجاوزات وهذا الكم من التدخل الخارجي وهذا الكم من خلق أجسام موازية للجيش والشرطة والمواقف من أعضاء المجلس الرئاسي غير دستوري تجاه حرب المقدسة اللي يقودها الجيش تجاه ضد العمل الإرهابيين في بنغازي وغيره من المناطق، والدعم اللامحدود من بعض أعضائه لداعش وغيره، وهذا الكم من يعني سمي ما شئت من التجاوزات وغيره والأخطاء، هل قادر المجلس، إذا كان المجلس الرئاسي غير قادر على إنهاء هذا المجلس وهذا الاتفاق السياسي الذي انبثق عليه هذا المجلس، كيف سيكون له دور في هذه المرحلة الحساسة؟ قصدك مجلس النواب؟ مجلس النواب. نعم، مجلس النواب يا أستاذ أحمد في نواب شرفاء، والله فيه نواب شرفاء وتحية لهم، ومصبين مع ليبيا ومصبين مع الجيش. نحن نطلبوا من مجلس النواب يشكل لجنة الميزانية، سواء داخل في 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 في, في ليبيا أو الفلوس من الخارج. الفلوس الداخل نحملوا المسؤولية للكبير، نقولوا له يا كبير ما تصرفهم شيء، هذه حكومة خونة، حكومة عملاء، حكومة السراج، هذه حكومة ميليشيات. يا أستاذ أحمد، نحن صراحة الشعب الليبي راها خلاص،
والله والله بإذن الله جيشنا متسيطر وبإذن الله نحاكموا أي واحد سرق فلوس الليبيين بإذن الله نحاكموا ويكون طيب. في قفص الاتهام بإذن الله يا أستاذ أحمد. طيب ناهيك عن الصرف، شكرا، ناهيك عن صرف الأموال بحجة الإقامة ومواصلات وغيره والتي تقدر بربع مليار يورو صرفها المجلس الرئاسي غير الدستوري في إقامته في تونس ولندن وروما وإقامته للمؤتمرات واللقاءات، وهذا كله من حساب الدولة الليبية والأموال الليبيين. عبد الرحيم من البيضة، مساء الخير. عليكم السلام. هل الآن النواب قادرين على يعني خلق حل أو وضع حل لوفق بيان الأسود الذي قال أن هناك من يسعى للاستيلاء على الأموال الليبية في الخارج بحجة إعمار وغيره، هل النواب قادرين على وضع حد لهذا العبث بمقدرات الليبيين؟ أنا لا أرى أن في أي تخوف على الأرصدة الليبية في الخارج، لأن المنظومة العالمية للاستثمار في الخارج تضبطها قوانين، تضبطها قوانين وقوانين صارمة، مش يعني حتى العهد السابق لما عند الاستثمار هين وفق قوانين معينة دقيقة. يعني لو المجلس الرئاسي او التلاعب اللي يديروا فيه مع الشركات اللي فيها المحامين باستجلاب الاموال اللي في الارصده للاستثمار الخارجي، هذا قانون منظومه دوليه يتعثر طول، لان المستثمرين في العالم واجد والمنظومه منظومه دوليه. انا في 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 اوغندا، تم يلعبوا بالأرصدة في أوغندا الأفريقية في أوغندا، ومشاء السيد المستشار عقيلة صالغادي ولقي الأمور مضبوطة والأمور تمام. في الصين طيب. أكبر استثمار عندنا في الصين الليبيين في الصين ما قدروش يقربوه، طيب ولكن في أموال موجودة في دول أوروبية داعمة ومتعاطفة مع المجلس الرئاسي، هناك حتى اجتماعات في اجتماعات في مجلس الساسة والنواب البريطاني وغيره محاولين لسن قوانين تجيز استخدام الأموال الليبية لتعويضات كتعويضات لضحايا جيش الإيرلندي، وهذا وفق معلومات إعلامية. ولكن وفق هذا التعاطف الآن، هل القانون الدولي قادر على يعني إيقاف أي محاولة للاستيلاء على هذه الأموال وصرفها؟ لا هذا بالتأكيد لا. بالنسبة للبريطانيين الإنجليز، السياسة الإنجليزية سياسة خطيرة فيها تلاعب واجد، خذ من بداية مستيس بيك وادي فيها تلاعب واجد، سياسة خطيرة الإنجليزية، لكن ما يقدروش يوصلوا. في قانون في العالم، قانون في العالم. شوف، في ملاحظة عندي بقول لك عليها، الحكومة الإيطالية الرابط اللي ديرتها مع المجلس الرئاسي، الحكومة الإيطالية في حالة أزمة مالية. طيب سبب الرابط في 24 مليار قاعدات في مصراتها من بين حكومة الكيب، عرفت؟ هم قاعدين يدوا في عقود، نحن ما نشوفين اللي بين يقولها مستشفى مش عارف شنو عسكري يسحبوه مساعدة، هنا عقود توقيع فلوس قاعدة لإيطاليا، يلاقي اللي كان فيه فلوس الطليان في اللي كان فيه فلوس يسحبوا لنا الفلوس لتنتهي وبعدها ينتهي الموضوع. طيب عرفتني، شكرا. ما فيش تخوف، انا عندي طيب. ما فيش تخوف، وبعدين في لا يوجد تخوف، ولكن العضو الرئاسي الاسود وضح بان هناك تخوف على هذه الاموال، وناشد حتى مؤسسات دوليه وداخليه لمحاوله يعني عدم العبث بهذه الاموال وفق القانون الليبي ووفق قوانين دوليه ووفق حتى انعدام الاستقرار او ضعف الاستقرار في الدوله الليبيه. اقل من دقيقه مفتاح من المرج، ارحب بك. مرحبا يا اخوي احمد، اهلا بك. كيف تعلق على يعني بيان البرنامج يعني؟ شكرا يا اخوي احمد. نحن عندنا مجلس نواب، مجلس النواب شنو مهمته؟ المفروض يدافع الدور رزق الشعب. نعم، ما فيش نقاش، هذول الناس ما همش نظاف، هذه عصابه ما هيش نظيفه. المفروض مجلس النواب يا اخوي يدافع على رزق الشعب. المفروض يعني كذا، مش قادر يسلم يعني يسلم، أو يخلق لنا جسم قانوني آخر نتفاهموا معاه نحن كشعب. نحن نشوف في الرزق رايح يعني، أظن شنو عمار ليبيا، هم ما عمروش حتى حكي طماطم يا رجل الشعب. طيب كيف يعمروا أبناء في الوقت يعني؟ ما هوش وقته يعني، المفروض نين البلاد تتحرر من هذا
وبارك الله فيك يعني. طيب شكرا. وانت شكرا يا احمد. احمد محمد عبر الفايبر يقول انا حكومه سراجية عميله وخاينه وانتهت قبل ان تولد ويجب ان يكون للقياده العامه دور. رساله اخرى منصور بدر زوي مشاركه في الحوار رئيس يقول بان هي حكومه جهويه لمصراته وغيره وقطر وبريطانيا هي من تدعم صديق كبير وهو سبب ازمه ليبيه. نجلاء مرج تقول مجلس وصايا وعماله ماذا تتوقع منه؟ هدفهم افلاس وتدمير ليبيا. رسالة تقول أنت تتكلم عن جسم خرج من خلال اتفاق سياسي وما يتكلم عنه الأسود هي ترهات وتقول أنه غير شرعي. هل البرلمان شرعي وتقول دمار سرت ألم يدمر تدمر بنغازي وغيره؟ هذا رأيك على كل حال. 50 يقول يا أخ أحمد الحل هو المشير أحمد. طيب المشير مش أحمد المشير خليفة حفتر عفوا. أشكركم إذن مشاهدينا. أنتقل إلى الموجز بعد قليل و حلقة قادمة تجمعنا وحوار آخر. هذا أحمد المدني يحييكم وإلى اللقاء.